كسر صوتك. صحة شربتكم، مرحبا بكم ل 11 و7 دقائق، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على مسلسل ليلة الشك، البارح كانت الحلقة الأخرى، دونك على فيسبوك الممثلين كل فرحانين، المخرج الناس الكل، درة الزروق، السيناريست هذا كيف كيف، درة الفازع، حسيت أنه الناس كانوا راضين على الخدمة نتاعهم، والبارح كان عندهم احتفال فيرتويال على 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 فيسبوك، مستحق لأنه ليلة الشك النجم يحط بلاصتها مهمة في قناة التاسعة. نحب نستقبل بكل حب، معناتها النجم، نقول نجم العمل اللي هو نجيب بالقاضي. صحة شريفتك نجيب. أعطيك صحة. النجم على خطر فما مرة كانت معايا سهير عمارة أول ما حكيت على المسلسل، قلت لها شكون في الجينيريك حقه الأولاني، قالت لي نجيب بالقاضي حقه الأول قبل درة. علميا معناتها سيناريستيا بلوتو صحيحة نو صحيحة. بون ما نحبش ندخل في الحكاية دي. شوف كان باش نبداو هكايا معناتها اش تحب نقول لك؟ لا معناتها هما زوز ادوار وكهو معناتها اللي ما مركز عليهم الحكايه وكل شيء، فهمت؟ انت مخرج باهي تحب ولا ما تحبش؟ لا اوزر، اذا كان نحكيو على السيناريو فوالا، اذا كان باش نحكيو مثلا دوت كونسيديراسيون كوميرسيال ولا حاجه اللي عملوها صح، فهمت؟ كهو سي تو، فهمت؟ دونك هذا هو، هذا هو، لانه ساعات نفدوا احنا كيف كيف من المسلسلات نتاعنا اللي ساعات تعمل مجاملات لاسماء معينه يحطوا هو الاول في جينيريك ويخالفوا به القواعد العلميه نتاع السيناريو، معناتها هذا هو، معناتها موجوده كان في تونس. بون من غير ما نواصلوا اكثر من هكا ونتعدوا للضيف الثاني. شفناه مثل ما صدقناش برا الاولى، من بعد تاكدنا انه هو بيدو بشحمي ولحمي. نادر قيرات، صحه شريفتك، مرحبا بك. يعطيك صحه هادي. شوف اكسيدان ولا انت سعيت لها؟ ما انت قلت انا باش نولي نمثل. والله يا مجدي سميري اللي ما كونتاكتي وقال لي عندي ان رول ليك، دونك اقترح لي الرول، قبلت شفي ان كاستينغ باسكو ماهيش ممثل من الاول، عجبوا الاداء نتاعي ودخلنا في الاكسبيرونس هذيا. نحكيو على ليله الشك، نجيب ونادر، معناتها باش نبدا مع نجيب على خاطر هو نجم نقول انا سبيسياليست، معناتها ولد الدومين. نجيب علاش عملت قلت سبيسياليست ولد الدومين، معناتها تمثل نجم تقول من نجم نقول اي فازي هذا ومخرج. السؤال هو العمل من الاول ما تحطش في الخريطه نتاع المنافسه، معناتها جانا من بعيد، معناتها بدينا نتبعوا فيه من بعيد لانه الناس كانت ماشيه الارث يعرفوه اللي هو نعورة الهواء، ماشيه الاسم اللي شد العباد سامي فهري اولاد مفيده. دونك دوكو جاء العمل يتسرسب من الاول باش من بعد، معناتها تحس تحليلي صحيح ولا لا قبل كل شيء؟ هذاك هو الاوتسايدر، فهمت؟ اللي هو على ساعه نفسر لك عليش، على خاطر اول حاجه قناه التاسعه هي قناه جديده وحالت في رمضان، انت تحب ولا ما تحبش، معناتها وكي تشوف الارقام انه وصلت معناتها دي بيك دو 20 و 22% معناتها خمس المارشي خذاوه، هذه حاجه كبيره ياسر بالنسبه للشين اللي حالت في رمضان ديجا. هذه اول حاجه، فهمت؟ معناتها عمر يدور عمر ما صارت. الحاجه الثانيه انه كما قلت انت، معناتها عندك ولاد مفيده جاي في القناه الاكثر مشاهده في تونس وبرودوي، معناتها اللي عنده البوبيك نتاعو بوتنسيال موجود. نهار كان كيف كيف دو ديجا في الان كان سكسي، دونك الناس كل تستنى فيه وكل شيء. ليله الشك انا نظن انه الحاجه اللي عجبتني في السكسي نتاع ليله الشك انه سي ان سكسي تري ميريتي. علاش؟ على خاطر خدم بالبوشه وغيب، الناس تحكي. انا شفتها من الحلقه الاولى ومن الحلقه الثانيه، حتى سورتو في الحلقه الثالثه صارت الضربه الكبيره اللي نشوفه في فيسبوك، نشوف في تويتر، نشوف حتى في الاذاعات، حتى اعلاميا معناتها اولاد الدومين اللي هم زملائك الممثلين حتى اللي ما خدموش في العمل زاد في ليله الشك يشكروا فيه، معناتها تقرا الجرايد تسمع الاذاعات، معناتها الناس تحكي يقولوا عمل محترم ويشكروا، وبالاخص برشا شكر لك انت. قداش انت هزيت العمل بصراحه؟ معناتها والله يغزر هو شوف كل شيء العمل اسمع إذا كان أغزر نجيب الشخصية المحورية إذا كانوا في بلاسته طوميو يهز بيان سوير كما العباد الأخرين، أما راهو وقتاش يولي الحمل خفيف وقت اللي ليكيب الكل تخدم، راهو راهي خدمة ماهيش نتاع ممثل أكاهو، ماهيش خدمتي أنا برك كأنا كممثل عملت دور في ليلة الشك. ليلة الشك سي لا سوم هي نتاع ثم فريق تقني وفما فريق قالوا لك على ماجسترال ممثلين تو نحطوا هذيك لازم نص ساعة نحكي فيها ماجسترال قالوا لك ماجسترال
ميوزك لا لا ولات امبريال دونك هو عمل متكامل علاش والمخرج زاد ما نساوش المخرج اللي هو الشيف دوركستر وفما سيناريست خدمه دورافيز فما خدمه تخدمت بكلها برغم تخدمت في زربه كبيره ياسر بليش بريباراسيون شو انت بليش بريباراسيون ما تبليش تحضير راهو الناس مسلسل كيما هكا تحضر له اموان شهرين قبل لان كي نعمل لون متراج نقعد شهرين نحضر قبل التورناج ما مش تقول باش نصور معناتها قالوا لك هاي تفضل غدوه لا مش تفضل انا كنت على المشروع راهو بدا عام ناول فهمت بدا عام ناول وما تعملش عام ناول وتاجل السنه ولكن ربما ظهرت النافعه تقول يمكن يظهر لي ما نعرفش يمكن كان يضرب اكثر قبل عام ناول اللي يضرب السنه يضرب اكثر ما نعرفش ما نجمش نقول لك ما يهمنيش دونك المشروع هذايا كان باش يتعمل عام ناول ما تعملش عام ناول تعمل السنه وانتر تو مجدي سميري وقت اللي صحى مع مواز بن غربيه في التاسعه صحى على دو بروجي وهو صحى على بوليس قبل حاله عاديه دونك بدا يصور في حاله عاديه وانتر تو البريباراسيون ماشيه وي صارت بريباراسيون ولكن مش بحضور مجدي ومش بحضور الممثلين كيما بديناها عام ناول فهمت دونك الناس كل قطر واحد دخلت في مشروع هكاك معناتها تنجم تقول مغامره كبيره ياسر والحمد لله يظهر لي خرجنا منها معناتها باقل ضرر وكاو نادر شخصيه نتاعك خو نجيب الصغير يحب طفله الطفله هذه نكتشف انها تخدم في الدعاره هكاك ولا ليه؟ هكاك فتخدم في الدعارة عدى وقيت باهي معاها معناتها بالقداء لكن في الاخر تصارحوا الشخصية هذه شخصية الفنان لأنه شفناك تغني وانت على الفرش معناتها وشفناك حتى الدندن الشخصية هذه معناتها الطفل العاقل ولد العائلة اللي شوية ساعات عنده تبهليل شوية معناتها هذه الشخصية كيفاش خدمتها كيفاش خدمت عليها كيفاش شعطيتها من عندك وشعطتك هي بون هي شخصية سليم هي شخصية نادر اونت بارونتيز سليم هو طفل اقتضى التوضيح اقتضى التوضيح لا ماهيش شخصية نادر كيف خدمت عليها بون ما كانش فهم بريباراسيون كبيرة دونك جوست خدت سيناريو جي في شوية كوتشينغ مع ممثل توفيق العايب فوالا دونك الشخصيه كانت شخصيه طفل بزنس يحب طفله بعد حب يعرس بها فوالا سيتي با معناها حب يعرس بها رغم اللي معناتها برشا تعليقات هكا تضحك على فيسبوك اكلي معناتها كيفاش التونسي يحب يعرس مع واحده تقول له راني انا معناتها انت ماكش اول راجل في حياتي وانت راني عرفت قبلك ويقولها اي معناتها والله ايش اقول لك اسمعني هذا السيناريو نعم انا جاني سيناريو مثلته كيما لازم كيما قالوا لي معنا المخرج بتيتر هو طفل حبي سامحها اللي عملته بتيتر معنا شخصية سليم هو حبي سامحها اللي عملته معنا مهموش في الماضي متاحة وحبي عرس بها كمان ما هي ما حبتش معنا خاطر هي تقول اللي توانسة لازم ما لازموش يعرفوا الماضي متاع الطفلة فوالا دونك سليم هو حبي سامحها فما نجيب فما النظرة الأخلاقوية للأعمال اللي هي معناتها اليوم نحكيه على الجنس الشرف على الدعارة على كل شيء معناتها تحس أنه التونسي يتفرج ويتقلق ولا يتفرج بش يتقلق لأنه محتاج بش يتقلق ولا يتفرج بش يسب لأنه محتاج بش يسب أي ما يتفرج معناتها تقلقك النظرة الأخلاقية معناتها اليوم أنا اليوم اللي يجمع ما بين 90% من أعمالنا أغزلي أنا كنت أتفرج في أي عمل تونسي ولا مش تونسي معناتها ما عمري ما ندخل في مخي معناتها المخزون الثقافي أو الأخلاقوي أو اللي تحب تصور في مخك الكل ندخل كومي باج بلانش معناتها كي ورقة بيضاء ونتفرج في الفيلم معناتها هو الحكاية الكل راهو توظيف فهمت شنو نقصد نجم انا منو في السينما ولا في التلفزه نجم نحكيو على كل شيء ما فماش حدود الابداع على خاطر الفن ماهوش معناتها مانيش انا باش نعطي دروس في الاخلاق ننسى الاخلاق ننسى الدين. مش ننسى لا مش ننسى مش حكايه تنسى حكايه انك معناتها ثم التوظيف للفكره في عمل فني والنقد الفني ماهوش ما نجمش انا يجيني عابد معناتها خارج معناتها من دومين نتاع النقد ولا النقد الفني ولا من الببليك ولا حاجه كل شيء يبدا معناتها ينتقد في العمل بمرجعيه اخلاقيه اي هذا هو تو اليوم هذه انا ما نفهموش على في
فيسبوك انا مانيش نقرا في ناس تقول لك والله الشخصيه هذه غلطه نفسيتها ماهيش صحيحه هنا مثلا الكادرويت غالطين الاضواء غلطه الصوره غلطه لا الاعمال تقريبا الكل زمن الانحطاط الاخلاقي في الدراما التونسيه دراما الفساد والدعاره والانحلال الاخلاقي ولد الحرام اللي موجودين الجنس الدعاره ولد تدخل البيوت هذا هو اللي نلقى فيه معناتها اي على خاطر عندنا مشكله معنا مشكله مع المرايا نحن كمجتمعات معناتها ما نحبوش نشوفوا تصويرتنا في المرايا ولكن اغزر نفهم انا ساعات انه يصير الشوك هذاك هو لازم يصير حتى في المجتمعات اللي تقدمت واللي تو مثلا ولات متحرره واحد وكل شيء فيها تحرر معناتها فكري وتنجم تقول ثقافي كل شيء واحد لي شوك هذوما لازم تتعدى بهم معناتها خاطر الافكار الجديده والافكار اللي يمكن اللي تجي هكا ما تتقبلش فاسيمون ولكن اغزر لازم احنا زاد احنا كنجم نقول كمخرجين وككاتبين سيناريو كمنجين واحد وكل شيء راهو اسمع يا توجور لو موان معناتها نشوف انه تنجم تعدي الفكره للمتفرج بطريقه انه اذا كان نظن انه المتفرج مش الكل سيبريه معناتها ثم شكون ديما باش ينبر عليك باش يقول لك بيك وصفتك وحلك واحد وكل ولكن المتفرج اذا كان يحس انه ثم توظيف معناتها معناتها توظيف صحيح للمعلومه معناتها هذيك في وسط العمل راهو يقبلها فهمت نحكي لك فازا مثلا في ليله الشك المشاكل هذوما بالرغم اللي ثم برشا دي بروبليم معناتها تجبدوا معناتها حكايه نسب وخيانه ولد وليد مش ولد ودعار كل شيء الحقيقه ما نكذبش عليه كان فليتو الفيسبوك وشفت واحد وكل شيء قليل برشا وين خرجت حكايه من النوع هذا ظن انه على خاطر التوظيف نتاعو في المسلسل كان مغاير فهمت تما اون فينيس دون لو تريتمون وهذا يمكن ينقص ساعات في اعمال انه معناتها وانا ما نقولهاش من منطلق اخلاقي بالكل زاد فهمت ولكن وقت اللي نحس انه وقتاش انا ما نقبلش وقت اللي نحس انه التوظيف يصير جوست باش يشوكيني لا جو نكسبت با معناتها شوكيت سناب صراحه من حاجات والله انا ما يشوكيني شايره نادر معناتها وقت اللي خدمت في المسلسل نعرف انه التورناج نتاع مسلسل ياخذ برشا من الوقت وياخذ مجهود حطيت المسيره نتاعك كفنان فيوز معناتها رتحت شويه معناتها وقفت الخدمه الفنيه نتاعك ولا ليه انا جام رتح عندي مده كبيره وفيت خاطر كنت نقرا في فرنسا روحت وعندي شو عندي مهنه اخرى نحضر فيها اللي هي من نجم نعرفوها المهنه الاخرى مع الوالد في التجاره حاجه اخرى معناها اي بعدت على المزيكا والغناء لا بعدت الفتره البرنامج نتاعي في بعد مع رمضان قلت يهبط المسلسل بعد رمضان فما غنايه فما سينجل باش يكون بالعربي اني كاتب وملحنه فما حاجه بالعربي الحمد لله الحمد لله صحيت في الانتظار لونج بيردو دونك نادر جيرارد هذا نادر على موزايكا فيم مرحبا بكم نحكيوا على ليله الشك ملاحظاتكم توصلنا كما العاده على استوديو ات موزايكا فيم بوان نت مرحبا بكم رمضان شو غنينا نهديوها لمنيره ريحاني وباسم بدري بمناسبه عيد زواجهم صحة شربتكم مرحبا بكم 23 لحداش 23 دقيقه مرحبا بكم نرجعوا لكم نحكيوا على ليله الشك معنا نجيب القاضي معنا نادر جيرارد نجيب مره اخرى مرحبا بك يسلموا عليك الجمهور نتاعك يقولوا لك ما نحبوش نخسروا المخرج زاد كيف لا ان شاء الله ما يستهويكش برشا التمثيل ما نحبوش نخسروا المخرج سالوك برشا على العوده للتمثيل بعد الخطاب على الباب وكل شيء والسؤال حتى طرح لك برشا في الصحافه شو اللي اعطاهولك مجد سمير وما اعطاهولكش اي مخرج اخر قبل كبش الاخرين ما كبشوش معناتها لا مش حكايه كبش برك لا جاوك عروض قبل ورفضت ساعه هو اي جاوي برشا كنت برشا. ترفض كان عندك موقف لا كان لا 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 لا, لا. لا. مت... دونك شو اللي تبدل اللي تبدل اللي تعديه كمام 18 سنة ولا 17 سنة من خطاب على الباب اللي تشك هذه حاجة الأولى أنت عامل دي فيه قلت ما نرجع المثال كان بعد 18 سنة ليه مش هكا ليه تعديه معناتها استدير كو شفنا اللي فما تطور كمام في الدراما التلفزية وكل شيء فهمت هذه حاجة الأولى أنا ما كنتش مقتنع برشا الحقيقة ما نكذبش عليك وهي القصة رو أسمع هي فيها نفسر هيك في ساعة القصة جيت في وقت شمس عليك وقت اللي قعدت عامين نخدم على شمس عليك كانال هوريزون ما بين 99 و 2001 كنت نخدم 24 سور 24 7 سور 7 معناتها ما عندي حتى وقت للنجم للممثل لنشوف صحابي لحاجه ما كانش عندي فوالا هذيك صارت قصه خاطر جاوني وقت دي بروبوزيسيون وما نجمش نعملهم فوت دو تو ما عنديش وقت باش نخدمهم فهمت دونك وقتها جماعه في الدومين فهموا انه انا
قل معناتها خرجت من الواحد وكي شافوني مشيت الاخراج اكثر زادت الفكره واحد. وانا بيدي من جهتي زاد كيف كيف ما كنتش نجري وما كنتش نلوج وما كنتش وحتى كان جاني دي بروبوزيسيون ما حبيتش على خاطر جيتي با انتريسي. يمكن كي جات حاجه في السينما ما نقولش ليه فهمت دونك شويه من هكا وشويه من هكا. هذه القصه كيفاش صارت. الرجعه رجعت نجاوبك على سؤالك فيسا سامحني. الرجعه جات على خاطر الفكره نتاع المسلسل عجبتني هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه على خاطر سيتين اكسبيرينس قعدت كمام 10 سنين في الإخراج وفي فلامي واحد وكل شيء والمشاريع متاعي وكل حبيت نتنفس شوي. مخرج يحط روحه قدام ممثل وراء كاميرا مخرج آخر قد يكون حتى أصغر منه في العمر وفي التجربة. فما حتى مشكلة. ما عندكش ما عندي حتى مشكلة. النهار اللي خرجت مدار باش نمشي نصور أول نهار في ليلة الشك لبست المخرج خليتها فوق الشماعة كما يقولوا على واحد في الدار وخرجت. ما تناقش حتى إخراجيا مع المخرج أبدا. ليه مش محسه اللي أنت مش محسه اللي أنت مخرج. لا بديتو اسألوا مجدي تقول لكم فهمتوا وأنا أقول له تعش قلت له من الأول قلت له مجدي راني ما ندخلش في خدمة العبيد وما نحبش ندخل في خدمة العبيد وراني أنا كممثل حتى لي بروبوزيسيون تاعي معناتها باش نعطيهم لكم تاع البيرسوناج مانيش ندخل في حتى شيء. اما قلت له اذا كنت تحس انها اللي انا حتى مش بالعاني دخلت في حتى طرفك ولا حتى مش بالعاني قلقتك في حاجه اني دخلت في خدمتك قل لي باهي. نادر تو انت خو يحيى معناتها انت سليم شخصيه سليم في اذا نغزروا الشخصيه فيزيكمون تشبهوا لبعضكم تنجم تعديوا علينا اخوه لكن في اللهجه ما تنجمش تكونوا اخوه. هو يتكلم تونسي وانت تتكلم ساحلي معناتها كانوا شيء اقوى منك معناتها. عاش في سوسه عاش في سوسه عاش مع ابوه بالضبط. هو اللهجه نتاعي هي ساحليه واني ما نعرفش كان تعرف في لين دونجيس فاكسيون دوك عندي لهجه مخلطه بين الصفاقسي والساحلي. وهما هو منين نور الدين بلديه بالاساس وهو معناتها تونسي ظاهر. ان فيت جو ديفي ترافاي سور سا معناها قبل التوناج حاولت نخدم على الاكسون كانت صعيبه شويه معناها بيسكو الاكسون واني ان فيت نزل بشويه في الكلام دونك يفو كو ترافاي سور لا رابيديتي تاع الكلام لارتيكولاسيون مع ذي فما جو. وكاول مره قدام دي كاميرا في تمثيل دونك سيتي ان بو ديفيسيل معناها كانت معناها حاجه صعيبه من الاول اللي حاولت باش نوصل خاطر هو بالطبيعه لازم نحكي بالتونسي خاطر الدور نتاعي اني خويا حيد نقول انا ولا نحكي بالتونسي وامي فاطمه دونك هي تحكي بالتونسي. تعس على لسانك دونك لا برشا حس على لساني وساعات اون فيت كي نعس على لساني يذيع مني الفيلينغ ويذيع الجو دونك لازم نخدم اكثر سيغ سا بروشينمون اذا جوني ادوار باش نحكي بالتونسي. مثلت معناتها مثلت تاكل في شلابق من عند خوك صحيح مثلت شلبوخ شلبوخ واحد كي شلبوخ هكا مثلت حكيت شلبوخ هذاك صحيح صحيح حسيته صحيح هذاك صحيح صحيح زاد اي هذاك صحيح صحيح ماناني قاعد هكا وفي باليش بيه شلبوخ وفي مالوش بيه يعطيني شربوق. وفات بدينا خدمنا دو بريز وانا وقت مشيت للمجدي قلت له هو ما في علموش قلت له تحب شي وقت تطلع الكبيره قلت له خاطر مانيش حاسه انه عيط وكهو قلت له جيب كف فهمت. قال لي ليه مجدي قال لي ملو ليه ما نحبش تمشي الفيولونس هذيك خليوها تنرفيزا قلت له اوكي. دونك وقت اللي خدمناها سيكونس ما طلعتش بالكدايه ما جاتش ندركي فيها ناقصه حاجه فهمت. بعد دو ولا تروبريز جاني مجدي جبدني قال لي تهيجوا جبيكم هكا ودرجه واحد قلت له نهيجوا سير متاكد فهمت قال لي متاكد اكاها وجا اون بليس وقتها فاس لي قال لي يا اخي متكيف حاجه قلت له مسن زطل معكش ترتاح وعطيته له طول وظن الرياكسيون بتاعه جات باهي علاش خاطر ما كانش يستنى فيها من كل شيء تكوانسه كملت مثلت كملت معنا ما وقفتش معنا ما كملت وعديت بيريود كبيره وانت على الفرش في الكلينيك في الكلينيك حللت فلوسك الحمد لله الحمد لله سيبي خالص فيهم نهار هذوك عديت على الفرش دونك ومعناتها المخرج هذا حب يظهر الكوتي فنان فيك انت. هل انت قلت له معناتها خليني العباد يعرفوا اذا كيف كيف اللي انا مغني باش ما تنساش عند العباد باش على الاقل المسلسل يربح يقول الجمهور بتاعه هذا نادر قيرات اللي تعرفوه مغني الجيتار معاك وتغني ولا هو المخرج قال لك معناتها خذ راحتك وهاو كتب لك معناتها اللي كنتي. والله فرانشمون ما كانش فما غنيه جمله في المسلسل وانا كي خذاني قال لي ماكش تغني جمله في مره في الكلينيك انا اقترحت عليه قلت له علاش مثلا في السيكونس هذه مره من هي ليله تجيب الجيتار ونعملوا حكايه وفات نزيدوا حكايه قال لي باهي سمعته غنيت غير انت نتاع سعاد ميسي تركب شويه على الحكايه اذا قال لي قالي بوركو با دونك دخلنا الاغنيه في الحكايه دي. به النهايه قعدت ياسر محلوله شنو ديجا قبل كل شيء شنو موقفكم على النهايه نادر انت والله عجبتني النهايه مفتوحه
معناها يكون اني بون نعرفش فما سيزون 2 ولا الله اعلم نتاع سيزون 2 ترى هكا معنا الحكايه نتاع سيزون 2 والله باش تراجع العقود نتاعك بالطبيعه ما عندها ليش انا في العقود لازم نراجع كنا طريقه التمثيل الخدمه الفلوس تجي من بعد نجيب فما سيزون 2 ما نعرفش والله ما نعرف عقدك عام شنو عقدك عام ما نعملوش بالعام نحن بالعمل وكاو بالعمل عنديش عندي عقد مع حد ما عندكش علي عندي عقد بيان سور مش نتاع عام معناتها ماشي اكسكلوزيفيتي نتاع عام ولا حاجه لا معناتها عقد فما عقد نتاع تبقى عقد بالعمل صح. اذا العمل باش يتواصل فما يتجدد العقد فما اقصدي هذه الفرضيه ماهيش سور وماهيش مرفوضه معناتها ما نعرفش هو جيماجين الفان تخلي دخلت لطفي عبد اللي داير في اخر سين معناتها كل شيء اللي هو بش حكايه من الاول نتاع المسلسل دونك فما مؤشرات هكا تعطات زيد دونك ينجم كيما ينجم الفيلم قلت الفيلم سامحني المسلسل يوفا غادي كيما ينجم يكمل ما نعرفش ذا اوفر فور ما نعرفش انا معايا معناتها السيناريست نتاع العمل اللي هي الدره الفازه دره صحه شريبتك رمضانك مبروك صحه شريبتك هيدي مرحبا بكم قبل كل شيء نحب نحب نشكرك برشا على المسلسل ليلة الشك وفما حاجة مهمة معناتها نحب ننوه بها معناتها بعد إذنك هو أنه عادة كي المرأة تكتب يسر تنحاز للمرأة في كتابتها المرة هذه حسينا معناتها أنه معناتها كنت كيليبري معناتها ما بين الراجل والمرأة ما كانتش مسلسل نسائي إذا صحت الكلمة معناتها كلامي صحيح ولا غلط والله هذه أنا بالنسبة لي أنا لانوتيون دو فيمينيزم هو أنها تكون المرأة مسؤولة لا نردها مليكة لا نردها شتاء مسؤولة على أفعالها تو سامبلومون بالنسبة لي أنا نحكي على تجربة بشرية إنسانية يقول لك أثناء المرأة ياسر ظهرناها في الدراما معناتها خايبة ياسر معناتها فما علاش خايبة عندي خايبة وعنن به ماهيش خايبة المرأة في الدراما دوبي توجور دوبي لترنيتي كانت عندها أدوار بيين وأدوار خايبين كان جينا باش نحطوا المرأة مليكة في لي فيكسيون الكل راه اون اوغي با او ساندريون مثلا ساندريون سي اون فيكتيم ومامتها سي اون ماراتخ مرتبوها و سي دو سور سون ميشانت راه اون اوغي با او مدام بوفاري راه شنو الحكاية هذيا متاع المرأة معني أنا مرأة ما نجمش نقول لك أكثر من هكا المرأة بالنسبة لي أنا معناها مرأة مسؤولة على أفعالها مسؤولة على أخطائها فما جزء ثاني ولا لا كلام اللي وجهي في الانترنت جزء ثاني والله ما نعرفش أنا هدي بوما كاتبة أنه يكون درة كاتبة حاجة للثاني ولا ليه أنا ماذا بي يقعد هكا الحقيقة متاع ربي معناها أنا معاك يا درة معاك أنا جاي معاك بالنسبة لي أنا ماذا بي من علاش الإشارات هكا تعطات إشارات متاع جزء ثاني معناتها ما مش إشارات هما بتاتخ سي دي فلاش على خاطر نجم تكون يعني ماهيش استحالة هي أما أنا معناها نحكي لك دان بوان دو فيو أرتيستيك ماذا بي يقعد هكا ماذا بيا يقول بنورو نقولوا احسن باهي فما برشا تعليقات جوني هاني حاولت ناخذ منهم ما تيسر عندي يقولوا لك معناتها في النهايه الجزء الثاني يقولوا تقولوا سهير بن عمار تكلم من جبت تقولوا انت ماكش عاقر بالميلاد ونرجعوا للحكايه الاولى بالكل نتاع الطفله نتاع اسماء عثماني اللي ولدت واللي لقينا نمره التليفون نتاع يحيى عندها دونك Non. L'histoire هذه ما عندها حتى علاقة. En fait, c'était pour donner une note d'espoir, هذيك. Pour donner une note d'espoir, le couple ما بين ليندا ويحيى peut-être. واضح. فهمت ما عندها حتى علاقة. الطفلة الأولى باش تخدم لو بيرسوناج نتاع يحيى باش نوريه اللي هو سي كيلكان كي ا دو لومباتي انفير لي زوتر اللي هو بيرسوناج هكا بوزيتيف اللي دون لا سوسيتي سيفيل يعمل في الاسوسياتيف يعاون في الناس اما ابغاك دابرونت معناها الليزون هذي صديق اللي طلع هو معناتها ياسر بعدناه في الاخر طلع هو فما كل التداعي الكبير اللي صار في الاخر وباش انتحر وكل شيء باش اختفي من المستقبل في المستقبل باش تختفي الشخصيه هذه من الوجود ولا ليه شاد صحيح في شوف انا شوف دره والله قاعد نقول لك شنو قاعدين يقولوا لي العباد انا متفاجئ بهم وشادين لي تفاصيل دقيقه نتاع ناس هم قالوا لي احنا مدمنين معناتها اندغوغ والله وقلوب حب نشكرها شو اسمها امنه نشكرها برشا
معناتها بالحق شادين لك على التفاصيل التفاصيل معناتها مش من عندي انا. لا لا نعرف معظم في بليزير يعني أنا والناس يهتموا بالعمل الحقيقة مذبية معناها كيف خدمت خدمنا برشا ونشكر ماجي ساعة على خاطر نحب نقول لهنا على الهواء لفكرة متاع المسلسل فكرة متاع مجدي سميري هو اللي كلمني وقال لي درة راهو جاي اون ايدي متاع انسان يل ديكوفر اللي هو يل يل نو بو با معناها سون فيس ني با فريمون سون فيس انو افيك ان تيست ا دي ان يكتشف لي دونك كيسك اون بو كونستروير اوتور دو سا D'accord. Donc, خدمت كل مرة les épisodes avec des séquences. On est là, on a imaginé. Bah, dit que tu peux t'aller au scénario. On va dire que tu as des petites choses à dire. Vous avez il a fait quelques remarques pertinentes. Zéda, j'ai pensé les femmes à changer de nerfine ou manger ma cabotine belgé. Donc voilà. Il te dit là, مثلاً منير كمون يقول القصة مستلهمة بذفرين مسروقة من فيلم محمود ياسين ويوسف. كوبي كولي وجهت الجمله هذه اللي قالها سي منير شنو يقول انه القصه الكل والله قالوا لي عليها الحكايه بعدين تفرجت فيه المسلسل ما لقيتش فيه حتى حكايه اللي فات انه صديقي الكامب مع مرت صديقه معناها حكايه كلاسيك على الاخر حتى اولاد مفيده وقتها يولي مستلهم من يسرى ومحمود ياسين يعني حكايه هذيا مانيش برا تفرجوا في الفيلم وبعد ما تفرجتوا في ليله شك سان مانكيت ميم با سيت هيستوار به بالحق دره معناتها معناتها العمل كيف ينجح احنا عندنا في التقاليد نتاعنا انه العمل كيف ينجح نحاولوا نعملوا جزء ثاني نحب نعرف انت معناتها كان ما اقنعتنيش برشا كي قلت لي معناتها نحب نخلي هكا نوقفه هكا معناتها تحس انه مغامره جزء ثاني قد تنجم عاجزه باش تكتب باش تمشي به بعيد شويه العمل لا والله عاجزة مانيش عاجزة ما نعرفش اسكو نجم من والله ما نعرفش كيفاش نفسر لك هادي ظهر لي فيه اون اونيتي كيما هو كاين باش الفايت ديلوي كان يمشي ولي فما بيان سور نجم يكون فما اون دوزيام بارتي راهو نجم نعمل خاطر انا ساعات راهو كي نبدا نكتب في السيناريو ما نعرفوش حتى كيفاش باش يوفى داكور معناها هذا ما نجمش نقول لك توا بور لو مومون عندي كيلكو بيست في مخي مي مانيش مركز عليها ياسر الحكايه هذيك عندك اوراق اخرين بخلف ليله الشك ولا لا؟ شو عندي؟ عندك اوراق اخر بخلف ليله الشك ولا لا؟ عندي حاجات انا محضرتهم روحي معناها حاجات كتبتهم دي بروجي بيرسونيل ماذا بيا نخدم عليهم ولا هذا هو نشكرك برشا در الفيزا يعطيك الصحة وميرسي انفينيما على الحكاية والأولاد منورين بحذانا دونك وإذا اليوم نحكيو على الخدمة نتاعك هادي على خاطر أنت معناها فوزيت فريمون اوبجيكتيف وقت اللي ترى فما خدمة باهية تقول اللي هي خدمة باهية يستحق برشا ونذكر حاجة مهمة أنه بالنسبة للناس اللي ما خلطوش على المسلسل قناة التاسعة قاعدة تعاود فيه اليوم مثلا الحلقة الأولى والثانية ما نعرفش كيف في بالكم ولا لا في بالي الحلقة الأولى والثانية اليوم تعديو غير الثالثة والرابعة دونك بالنسبة للناس اللي يمكن ما خلطوش على الحلقات الأولى وخلطوا على المسلسل من الحلقة الخامسة ولا السادسة ينجموا من تو أبارتير من الليلة ينجموا يعاودوا يتفرجوا في المسلسل من الأول جديد وينجموا يمكن مع الضوضاء وكل اللي صارت في نهارات الأولى ركحت توا وتونسي عاود يشوفوا معناتها بنظره اخرى نذكر العمل موجود ضمن قائمه الاحسن الاعمال اللي تنجموا تصوتوا لها على السيت نتاع موزايك غدوه نعطيكم المترشحين للجوائز الكل احسن سيناريو احسن اخراج احسن مسلسل احسن ممثل احسن ممثله اكتشافات جديده دونك هذا الكل نشكرك دره الفيزع بالتوفيق يعطيك الصحه ميرسي بوكو ان شاء الله رمضانكم مبروك وبون سواري لا توا العيد العيد ان شاء الله عيدك مبروك العيد العيد ان شاء الله مبروك ان شاء الله تتمني فيه ما جاي شكرا دورا نرجع لنجيب بالقاضي نرجع لنادر جيرات شخصية نجيب فيها برشة تناقضات معناتها الإنسان هذايا ينجم يكون موجود منه في الواقع بتناقضاته الكل معناتها شفناه بين الوفاء والخيانة ما بين الحب والكره ما بين الشك والغيرة ما بين وما عرفناش هل هو ضحية ولا هو جلاد
ما عرفناش لاخر وقت معناتها. انت انت تحسستها الشخصيه بالقدام؟ ما هو هذاك اللي وين حابين نهزوه نهزوا الشخصيه كي قالت مقبله دره يعطيها صحه انه صار معناتها معناتها. واللي عجبني انا في الخدمه هذه انه كان خدمه عليك نقول لك سان ترافاي دو جروب. بيان سور فما مخرج فما سيناريست فما ممثلين فما، ولكن بار اكزومبل من الحاجات اللي انا وقتها كي قريت السيناريو قلت عليهم الدره والمجدي كيف كيف انه شخصيه نتاعي نحكي على شخصيه نتاعي فهمت كل شيء نعطيو دي زون دومبر معناتها ما ردوش معناتها ما نقعدوش في كل المعادله نتاع شخصيه بيضة وشخصيه كحله وشخصيه حبينا من بعد وقت اللي عاودنا قرينا مع بعضنا وكل شيء حبينا نعطيوه اون ايبيسور اون نوارسور تنجم تقول تعاطف معاها انت كان اجيب ولا لا؟ مش حكيت تعاطف هي حكيت لا مثلش انت كان اجيب كي تتفرج فيها الشخصيه اي تنتزع منك تعاطف ولا لا؟ هذا الجمهور لازم يقول انت مش كي نتفرج ما نجمش نفصل روحي ما نجمش نادر تتعاطف معاها ولا ليه؟ لا انت تعاطف تتعاطف معاها معنى خاطر رافته الاختيست كتفرج على روحه هو ضحية مرته اللي خانته لكن هو الجلد لأنه وصل مرته باش تخونه اي ولكن مش هذا برك لي زون دومبر نتاعو مش غادي برك مثلا لو فيت اللي شك في خوه اللي يضرب خوه اللي معناتها اللي ماركستيلا سارتا مومون البيرسوناج تفرقع معناتها ما عاد ما تفهم وين يمشي يمشي هذاك وين حابين نهزوه حابين نهزوه زاد انه مثلا مازال مع مرته مازال ماهوش ماشي في حكايه الطلاق بالرغم اللي الجمهور شافها كحكايه رومانسيه ياسر وكل شيء ولكن بالنسبه لي انا علاقته مع ليندا ماهيش رومانسيه وكمل فيها بالرغم لأنه يعرف أن المرأة هذه مرت وقت اللي عرف أنها مرت إسماعيل اللي هو بروف نتاعه وكل شيء ولكن كمل يشوف فيها وكل سيفري ثم فازة صارت اللي تقصت وقت جاته شمس أنه كان مش يقول له نحسه أنه كان مش يقول له اللي هو يعرف مرت وكل شيء مش ما تصيرش ولكن كمل في التويل فهمت معناتها غادي وين البرسوناج معناتها وين الشخصية تكون عندها معناتها اون ايبيسور كيما نقولوا نحن معناتها ما يكونش ماشي في كترين وفي في سكه واحده نحب معناتها ديما البيرسوناج ماذا بينا ديما يكون يمشي في سكتين مع بعضهم معناتها الباهي والخايب فهمت نمشي لندر قصه الحب اللي عشتها مع مرام معناتها ضعيفه في تجسيدها معناتها برشا معناتها خديت حتى يقول باقي في تونس ما نعرفوش نصوروا قصه الحب ما نعرفوش نحكيوا على قصه الحب هل طبيعه التونسي انه ما يعرفش يجسد الحب بارابور للحب كيفاش يجسدوا الفرنساوي ولا 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 السوري ولا التركي ولا معناتها طبيعتنا احنا هكاكا ولا لا احنا مازال ما عندناش المخرج اللي ينجم احنا ما نعرفوش نحبوا بالحق والله يمكن هي طريقه اللغه نتاعنا بيتيتر ما نعرفش مش كيما اللغه الفرنسويه والتركيه حتى اللغه نتاعنا مزيانه برشا يمكن فما طريقه كيفاش تقدمها للبوبليك باش يقتنع معناتها الواحد يبدا البنات يبداو يحلموا يبكي وكل شيء معناتها هذيك ترجع ترجع يكون التكست ترجع للطريقه نتاع عرض السيكونس وطريقه الممثل كيفاش باش يقدمها انا جبت الذكر هكا سيكونس نتاع حب معناتها علمت عندك في الدراما التونسيه لا نعمل ترتيحة نسمع أغنية نادر جراح ممكن يحبها ريانا جراندي أي أي ولا دونك الحمد لله أنا من الأدواق الكل على ذلك تعملت مزيكا من الحاجة يمكن اللي خلتكم زوز من بعضكم هو عمل اسمه ليلة الشك تبعناه على قناة 9 ويعاود يتعدى بمعدل حلقتين في النهار دونك يتعدى في السهرة على قناة 9 وقناة تونس نمشي مع نجيب القاضي نادر جراح باش نحكيوا على الأعمال الدرامية دونك هل تتفقوا معايا أنه وهل يستاهل ولاد مفيدة أنه يكون في طليعة الأعمال الأكثر متابعة لمدة 15 حلقة نجيب؟ شفت الحلقة الأولى جيتي أغريابلمون سوربري ما نكذبش خاطر حسيت فما اون توش دو سينما فيه وكيك شوز دو واحد وكل شيء مش نحكي على جينيريك تفرجت في الحلقة الثانية والثالثة مش تحكي على جينيريك بمعنى أنه جينيريك مقلقك على خاطره مستلهم من سونس فانا ما يقلقنيش مش من على شنو تحكي على إيه معناتها فما جو أونوري مي فوغ أوت شوز ميسيرش كنا نجمنا تيمو امشي للاخر نجي هاني مشيت معك للاخر الحلقه الثانيه والثالثه حسيت لو ريفليكس تيليفيزيوال رجع شويه في السيري فهمت وقفت غادي ما نكذبش عليك فهمت مي نظن انه يستحق الحقيقه كاهو نادر تفرجت على كيلكو سيكونس مش كل شيء عجبني لي جو داكتور والحكايه بون سمعت عند العباد حلوه برشا يعني تصوروا يستحق يكون من الاول بيسكو الحكايه قريبه برشا للناس باه النعورة الهواء اثنين نهار الأول نحكيه على أرقام قياسية وصل ل 54% ولا 45% سمحوني على أوديمات بونتيان نتيجة نسبية لكن من بعد دي يتراجع واليوم
مدة تو بدأ يطلع يرجع يأخذ النسق متاعه. فما خيبة أمل عند الناس في نعورة الهوية الجزء الثاني، شفتوا ولا ليه؟ وكيفاش تقراهم نسب المشاهدة انتم تاع نعورة الهوية على الأقل؟ أنا يظل اللي صار في نعورة الهوية أنه إلى دو سيزون دو تار، معناتها كانت عدى عامين التالي، معناتها يظل الكونتكست هو اللي بدل الحكاية. خاطر نقول لك التوانسة وصلوا الغالبول متاع البوليتيك، ما عادش ينجم يظهر لي هذا، نحسه في الشارع وكل شيء. معناتها التوانسة تحكي لهم على السياسة يوليو أليرجيك، يوليو فهمت معظم التوانسة الحقيقة ما نكذبش عليك، فهمت دار تحسه حتى في الشارع حتى في الميديا وكل شيء، العباد تفدت من البوليتيك. أما الحكاية البوزيسيون يظهر لي أغزر لي، معناتها دونك هذا حكاية كونتكست، يظهر لي البوزيسيون مو. وذا أنا اللي شفته في الرياكسون على الفيسبوك وعلى الريزو سوسيو، أنه فما معناتها برشا عباد يقول لك فدينا من البوليتيك، فهمت؟ يمكن البوزيسيون مو متاع المسلسل هو اللي خلى يمكن نسبة المشاهدة تنقص. نجيب يقول لك انه اي حاجة حتى لو كانت تقلق موضوع يكفي انك تقدمه باسلوب باهي مشوق نتبعه، ما عنديش مشكلة. ولهنا قوة سيناريو قوة المخرج. هل تحس مديح حلوف معناتها ماهوش مانيش نحكيه على اي ما غلبته فاتته الحكاية هذه؟ ليه ما لا ميتريز موجودة مانيش فين فاتته الحكاية هذه؟ والمويا موجودين وممثلين تبارك الله موجودين، فاتته الحكاية هذه؟ ليه مش حكاية فاتته؟ يظهر لي انه يظهر لي انا فسر لي قاعد نحاول باش نلقى علاش انت قلت لي طاح وسي فري كي يا اون اتونت كبيرة من الاول وطاح خط البوبليك بتاعه موجود من عامنا والفهمت كل شيء. ويظهر لي سي لو بوزيسيونمون بوليتيك دو نتاع المسلسل هو اللي خلى التوانسة ينفرمونه، مش على خاطر المسلسل خايب، على خاطر التوانسة فدت من السياسة. نادر انا عم نقول فخشمان عجبني برشا المسلسل، كان احسن مسلسل عجبني عم نقول. مي سنين تفرج شوية مش برشا كيف اما حسيته صعب شوية على الجمهور التونسي، معناها مسيس برشا معناها بارابور اللي عم نقول صعب أي معناها. لكن توانسة ولو خبزهم اليومي السياسة، معناتها لو كان جاء في عهد يمكن بن علي نقوله صعيب شوية، انتخابات واحد وفساد إعلامي ورأس مال الفاسد كيفاش يدخل في الإعلام، لكن نتصور أن التونسي ولد خبزه اليومي ولا وفهم السياسة بالجديد. أي ما التونسي فاد شوية من السياسة، وزاد التونسي يحب حاجة سهلة يفهمها في ساعة. فما أدوار عجبوكم، فما أدوار ما عجبوكمش، فما حكاية عجبتكم، فما حاجات معناتها تحبوا تقولهم على نعورة الهواء، معناتها يا اما علامات مضيئه فيه والا علامات مش مضيئه، معناتها غلط كبيره، معناتها غلط مانيش نقول غلط، ليه ماهمش غلط كبار، فهمت؟ انا قلت لك انا يظهر لي هذه المشكله، يمكن الحاجه اللي خلته ديما نتاعو يتيح، واللي يمكن الباس معناتها ثاني ولا حاجه، معناتها ما كانش ينافس اولاد مفيده، ولكن ما فهمش. قلت لك معناتها فما مخرج، فما انا كي نقول فما مخرج معناتها فما مخرج. الريسك شفتوه ولا ليه؟ شفت حلقه برك و معناتها مع كل احتراماتي ما شدنيش باش نزيد حلقه اخرى. شو اللي ما شدكش فيه بالضبط؟ ما نعرفش سيتانتو تعرف؟ والله ما نعرفش، والله ناكد لك شو تعرف بس تعرف كي تقول ما نعرفش من تعرف تقول لي نعرفه ما نحبش والله لا لا باجي نحب نجامل المخرج نحب نجامل لا لا ما نجامل حتى حد انا ليه ما نجامل حتى حد ما خلانيش معناتها نهار الاول تفرش في كل شيء فما حاجات مشيت معاهم ثلاث حلقات انا ما نكملش مسلسلات رغم نتفرج برشا ديما نتفرج دو تروز ايبيزود باش ناخذ فكره وكاو فهمت ريسك شفت الابيزود الاول وقفت غادي ناكد لك ما نعرفش انا علاش ما عاودش كليكيت مغوده باش نتفرج خاطر راه اسمع نغزر برشا نحكي معاك كمتفرج مش نحكي معاك كمخرج توا لا لا كمتفرج انا كمتفرج كيما ترسل متفرج عادي تقول له انت علاش تفرج فيه يقول لك تفرج في الحلقه الاولى بعد قصه ما شدتكش الخرافه قال لك حاجه انا ما عنديش تلفزه في الدار ونتفرج في انترنت دونك لازمني نعمل ايفور باش نمشي نلوج المسلسل ولا باش نتفرج في حاجه باش نجبد نتفرج في حاجه فهمت دونك جو ني ميم با في ايفور باش نمشي نتفرج فهمت شنو نقصد فهمت هو ني بلس ني موت هذه اكثر اجابه معناتها تنجم تكون ولا ماني مريتوش مازلت مريتوش ما ان شاء الله نشوف سيغ يوتيوب انا باش لازم نتفرج بعد الكلام تاع نجيب تحب تحرى لا هو لا ما قلت شيء هو شيء يعجبك شيء ما قال حد شيء قال بما معناه عمل ما يستاهلش اللي انا ندخل على يوتيوب ليه مش ما يستاهلش لا ما قلتش ما يستاهلش لا 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 انت تو قاعد تبدلي في كلام قلت لك معناتها انا جو دوا فيغ لي فور باش نمشي نفرش في حاجه معناتها من غدوه معناتها من غير ما نقول لك النجم نقول لك علاش فهمت كل شيء ما مشيتش لوش على ريسك ما مشيتش لوش با بلوس ني بلوس ني موان واضح فهمت ما عنديش كريت
كريتيك الكلمة باش يقول لك راه فما حاجه خايبه ياسر فيه ولا حاجه. لا با دي تو فهمت. معناتها انا نحترم الناس اللي تخدم فيه. معناتها ما شدك فيه شيء باش تعاود تشوفه مره اخرى؟ خديت فكر عليه من الاول الحلقه الاولى وكهو سيتو ايناف سيتو به. نسيبتي العزيزه نسيبتي العزيزه الحقيقه ما نكذبش عليك عمري بريسك ما تفرجت فيه. موقف يولي نجم نفهم ماهوش موقف. لا اللي مثلوا فيه اصحابي ونحبهم برشا سلاح الدين السيد خدمت معاه ونحبه ياسر وكل شيء فهمت وكل شيء. انا مانيش من الببليك سيبل نتاع نسيبتي العزيزه. حتى حلقه ما شفت والله العظيم ديما نتفرج فيه بالصدفه يا في دارنا يا كي نمشي نشق فاتر في بلاصه ولا حاجه. نعرف اللي تونس كامله تفرج فيه سا سي سور فهمت. ولكن انا مانيش سيبل نتاع نسيبتي العزيزه خاطر يمكن الكوميديا هذيك ما هي ما تمسنيش فهمت. نوع الكوميديا ذاك ما يمسنيش معناتها يمكن ما وعنده الببليك نتاعو ولازمها تكون موجوده فهمت. ولكن انا ما يمسنيش سيتو لا مش خان نتفرج عليه كيف كيف فات وقت فاتت السيزون الاولى والثانيه كي بعد مانيش انتريسي نتفرج عليه موتيت شون فيه. علاش والله ما نعرفش ما نعرفش موتيتش برك كيكا ساعات نزابي يتعدى هكا ما مركزش مع برشا. نحكيو على بوليس نجيب بوليس بوليس الحقيقة أغزر باش نقول لك حاجة كيف كيف أنا نعرف حكاية بوليس على خاطر من جهة الأولاد اللي خدموا فيه الإكيب وكل شيء. بوليس سيت أن بروجي اللي كان عنده بوزيسيونمون سامباتيك على الآخر السنة في رمضان اللي هو سيتي لا سيري اللي لا بلو بالنسبة لي أنا لا بلوز أوريجينال في رمضان السنة فهمت. والاقرب لك نتصور حتى ايديولوجيا مش ايديولوجيا لا ماشي ايديولوجيا هي عجبكش. لا اللي فيها تحس فيها حاجه جديده اون فريشور حاجه جديده ان تريتمون اخر وكل شيء اساتمو قالوا سيري امريكان ان سي اي اس ودا شو علاش ليه بوكو با انا شفتها ك اون ان بارودي دو دو يا ان كوتي باروديك فيها معناتها انه نهز الامريكان بنظره لو كان نجيب الامريكان عندي نجيبهم لتونس علاش لا ونقول انه لابروش هذيك نتاع السيري لازم تكون موجوده في تونس فهمت وكل شيء. اوزر نفهمك حاجه راو الاعمال الكل تجبد لي فيهم الكل انا فرحان برشا انهم موجودين في تونس باهين ولا خايبين ولا العباد يقول نجم يقول ثم شكون يقول لك تشك خايب ثم شكون يقول لك باهي ثم شكون فهمت معاك سي مانيفيك اللي صار في تونس اليوم الكونكورنس هذيا حلوه ياسر. حسيت عندك حاجه تحب تقولها سلبيه على على بوليس. ما عندي حتى شيء سلبي والله اقول لك حاجه الحقيقه ما تفرجش فيه برشا شفت 3 ايبيزود اكاهو فهمت. قلت لك راني ما نتفرجش برشا في الاعمال الاخرى نادر انا تفرجت فيه بحكم مخرج مجدي وكنت خايف برشا مجدي برديديكا سيري تري اوريجينال لي اكتور اللي فيها معناها فما لطفي عبد اللي كمل تويت شد اللي عرفاوي وريم عجبتني برشا الفكره حلوه. نشوف توا الحكايه التونسيه فرشت ثلاث حلقات اي تفرجت وي اش تحب تعرف شو تبعك الحقيقه نعطيك رايي بصراحه نحسه كعمل اخزر. انا راني مانيش باش ندخل معاك كيما قلت لكم قبيله راني لاني باش ندخل لا باش نقول لا على عمل انه على خاطر حكاوا لي فيها على الدعار ولا حكاوا لي فيها في بوردين وفي درا شنو وفي هذيك يشرب هذيك مانيش نحكي على هذا بالكل. انا ما عندي حتى مشكله انا التوظيف بالنسبه لي انا في السيناريو في العمل هو اهم حاجه تجم نبلع معاك اللي تحب فهمت. اما نحبك تدخلني في الموندو نتاعك فهمت. انا الحقيقه مع كل احتراماتي من الفيلم انا مشيت فرش الفيلم تو نتفرج في السيري جو ريست دور مي كومبليتمون دور نقعد بعيد معناتها انا وقتاش نفهم انه عمل جبدني وقت اللي ندخل فيه وننسى اللي انا نتفرج فيه في بريسك سيري ندخل فهمت. قعدت بعيد علاش؟ على خاطر نحس نحسوا عمل شويه ديكونيكتي من الواقع التونسي مش من الواقع برك مش حكايه واقع برك اي شويه فما نوع من الواقع ما ميسالش تنجم تهزني حتى نعملوا فيلم سور مارس فهمت. مي جو ني كوا با ما فهمتكش والله ما فهمتك من جو ني كوا با معناتها ما ندخلش ما دخلتش فيه معناتها ما نتفرج باش ترعي معناتها نتفرج تفسير للحاله هذه هاني قلت لك جوني كوا با عندكش تفسير علاش ما دخلتش فيه انت بينك وبين روحك تقولش علاش انا ما على خاطر ثم كوتي ديكونيكتي فيه على الواقع وعلى الرياليتي وعلى لي بيرسوناج معناتها ان سارتامون تغزر تقول
شخصيه كيما هكا. ومش نحكي نرجع نقول ماهوش مانيش نعطي في حكم اخلاقي ولا حاجه. الشخصيه هذه من 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 منش بها الغلاسون هذه من منش بها. هذه سي لا كريديبيليتي دي بيرسوناج. اكبر نتصور اكبر سكينه تحطها على عمل هو مشكله لا كريديبيليتي جو بونس. انا جو بابا معناتها يمكن ديزولي نادر ان فيت ايماج مزيانه وجوه مزيانه كلام مزيان اما مازال مشدنيش جوست كما نو معناها الرفيه مشدنيش معناها مش مصدقهم ولا هذا كيف كيف هي كيك معناها نحس روحي مشدنيش الكاميرا الخفيه نجيبها ما شفتهاش ما شفتهاش ما نكتبش عليك كيف كيف نادر كيف تراور يحكم في كاميرا خفيه ولا انتم ضد انكم تتحطوا في مواقف تاع كاميرا خفيه؟ ليه مش ضد انا صارت لي مره وما تعديتش يدور لي ليها عوام يدور لي اخذت لقط بهم الاول باهي قبل ما نخليكم تمشوا خاطر الوقت عدى معاكم لف طياره جديدكم قبل كل شيء يقولوا لك نجيب الاخراج عندك حاجه ولا ليه؟ عندي فيلم لون ميتراج ان شاء الله كملت السيناريو اسمه اون فينونسمون ريتينا تيتر بروفيزوار نتاع كوميسيونيت ريتينا اسمه فهمت لا كوم لا ريتين نتاع فوالا دونك فوالا دونك اون فينونسمون ان شاء الله باش نمشي بيه للمهرجان لوكارنو في سويسرا فوالا و بدينا ناخذوا في الدعم عطينا الدعم لوزاره الثقافه وان شاء الله ماذا بيا نصور سي في جي ان شاء الله كان سي في جي تدخل تصور ماذا بيا خاطر يصير في السيفو عندي ان سينجل بالعربي اسمه انسان غريب تاول اغنيه بالعربي كتبتها ولحنتها وان شاء الله باش تصورها قريب وتخرج بعد رمضان هي برشا نشكرك تحية جوست تحية لكل الممثلين وكل التقنيين وكل وحتى معناتها اللي قلناه الكل تو انت عطيت حبيت نعطي راي وكل شيء ما نجمش نكتب باش نعطي راي على كيما عطاو راي كيما عطاهم راي ما فما حتى مشكل معناتها ونقبلوا من بعضنا ولكن حبيت نحيي الممثلين والتقنيين والناس الكل اللي خدمت سنة على خاطر فريمون نشوف انه فما حاجة حلوة ياسر صايرة في تونس توا بالكونكورونس هذايا وحبيت ان بتي كوكو دالي من جمعة ساعة قبل كل شيء اللي هو عشير عمري ومنشمس عليك مع بعضنا ولطفي عبد اللي كيف كيف فهمت هذوما ونفرح كي سناء احنا ثلاثه اللي بريسك بدينا مع بعضنا وبدينا في مسرحيه دون لو تون اللي هي عصافر جنه اللي خساره ما كملتش عام 98 واللي تو سما في كيك شوز نشوف انه انا ودالي ولطفي موجودين سناء مع بعضنا وممثلين اون بليس وحاجه حلوه ياسر نشكركم برشا نجيب القاضي نادر قيراط حوالي كل تلقى مع السيت نتاعنا تخدموا في با موزايكا فين بوينت